الحمد لله يعني المهرجان قاعد في تحسن من سنة لسنة، عدد المشاركين زاد والاهتمام من الناس ابتدى صار عندهم وعي وصار عندهم اهتمام كبير بالنخلة ومنتجات النخلة، وهذا الشيء اللي يسعدنا ويفرحنا ان نشوف الجيل الحالي مهتم بالنخل ومهتم بالمنتجات، وصار تطور كبير وصار الحمد لله الشركات الإماراتية شركات رائدة أصبحت في هذا المجال واللي تنافس الشركات العالمية، وأصبحت المنتجات اللي من الإمارات تشوفها في معظم دول العالم الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المهرجان السنة أحسن وأحسن، وعجبني فيه التغييرات الجديدة من تصاميم وبعض الأشياء اللي ما كنت متوقع أشوفها، شفت ألعاب الأطفال القديمة والأشياء اللي هي من أساسنا النخل للمصنوعات القديمة. مشاركتنا مشاركة اجتماعية ثقافية تراثية، وعندنا مشاركين في الموروث الشرطي المتمثل في الموسيقى الشرطة وكذلك في الصور القديمة وبعض المنتجات المنشآت الإصلاحية والعقابية. شرطة أبوظبي تهتم بالمشاركات التراثية لأن مع إطلاق الشعار الجديد لو تلاحظون في الأشياء القديمة وارتباط ومزج بين صورة الصقر والخنجر وسعف النخيل. أدعو الناس للقدوم المهرجان والاستفادة من تجارب ومشاركة أصدقائنا الصغار اللي هني موجودين بالاحتفاليات، وكذلك مشاركة شيابنا القديم الموجودين هذولا اللي يصنعون، ودعم لهم المشاريع. مشكورين. المهرجان السنة طبعا برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، ومثل ما شفتوا وغطيتوا بحضور ولي عهده الأمين الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي. المهرجان السنة فيه كل جديد، ومهرجانه هو عبارة عن عرس تراثي. حرصنا في هذه السنة أن نحن نضيف مسابقات جديدة وفعاليات جديدة. فعلى سبيل المثال عندنا مسابقة جديدة للحلويات التراثية والمعاصرة المستوحاة من الرطب، وعندنا بعد نظرا للإقبال الكبير اللي حصلناه في سنة 2016 على مسابقة التصوير الفوتوغرافي أضفنا مسابقة جديدة أفلام قصيرة اللي هي تجسد الرابط الإنساني بين المواطن الإماراتي والنخلة. مثل ما شفتوا أركاننا في مهرجان ليوع عجمان للرطب مختلفة، ففي عندنا ركن السوق الشعبي، نحاول من هذا الركن أن نحن نشجع الأسر المنتجة ونشجع بعد المزارعين الإماراتيين فإنهم يشاركون عندنا في المسابقات وبعد يبيعون محصولهم للجمهور. وعندنا ركن التراثي بالاشتراك مع متحف عجمان ومعهد الشارقة للتراث حضروا لنا بعض من المصنوعات المستوحاة من النخلة ومن الرطب. وعندنا قسم الطبخ تنافسوا في أمهر الطهاة في إمارة عجمان بتقديم ثلاث أطباق اللي هي المقبلات والمين كورس والديزرت. Thank you.
جد عندنا محاضرات يومية مقدمة من مركز خدمات المزارعين تثقف المزارعين بأفضل الممارسات للحفاظ على هذه الشجرة المباركة، شجرة النخيل. ففي اليوم الأول بنعرف المزارعين بأنواع النخيل، واليوم الثاني الآفات اللي تصيب النخيل، واليوم الثالث أفضل الطرق للحفاظ على المحاصيل الزراعية. طبعاً نحن حرصنا أن نحن ننشط السياحة من خلال شراكة استراتيجية مع مواصلات عجمان، فربطنا جميع فنادق عجمان بالمهرجان، فعدنا كل نص ساعة شتل باص يطلع من الفنادق للمهرجان والعكس. ولجذب السياح والمقيمين لإمارة عجمان خلال فترة المهرجان، فنادق الفايف ستار عندنا في إمارة عجمان تقدم عروض خاصة في هذه الفترة.